بدل ما عملنا رن تمام، هيحصل عندي ان هو مش شايف يعني ايه دي بي فيرست. خلاص ليه؟ لانك انت المفروض تروح جوه الاب دوت مديول، اهو الاب دوت مديول كنترول بي فور بن خلاص، وتروح تريجستر الداتا بيس فيرست، الداتا بيس فيرست بتاعتك اسف الدي بي سيرفيس اللي موجوده معاك جوه البروفايدر، وطبعا ده الامبورت بتاعها، فبالتالي هيبدا يقراها. تعالوا نرجع، بدات ايه الدنيا بتاعتنا تعرض الداتا، ما عندناش اي مشاكل وما عندناش ايه اي بروبلم في السيرفيس اللي موجوده عندك. خطوات السيرفيس تمام، عملنا ايه يا شباب؟ رحنا عملنا كرييت للسيرفيس دي، قلت دي بي سيرفيس ضفتها، وبعد كده طبعا هكتب هنا وات ايفر فانكشناليتي اللي انا عاوزها، ثم بعد كده بريجستر الكلام ده. طيب السؤال برضو هنا، انا وانا شغال على الدي بي فيرست بتاعتي مفيش حاجه تجنريت برضو الدنيا دي كلها وتريجستر وتظبط الدنيا دي كلها؟ خلاص هروح على التيرمينال بتاعتي هقول له ان جي، انا عاوز اجنريت، هتجنريت كومبوننت ولا جنريت سيرفيس؟ هجنريت سيرفيس. السيرفيس دي اسمها ايه؟ اسمها مثلا وات ايفر بقى، مثلا اسمها اي تي شير مثلا، مثلا اي بي اي. خلاص الراجل ده راح عمل لك ايه؟ راح عمل لك كرييت الاي تي شير اي بي اي. طب واحد هيقول لي طب انا بقى وانا شغال وعاوز اكريت اكتر من سيرفيس، الشكل ده ما ينفعنيش، مش هقعد احط كل الفايلز في نفس الملف. تقدر تقول له ان جي جنريت سيرفيس، تخيل ان انت عندك فولدر اسمه او دايركتور اسمه سيرفيس، لو مش موجود اول مره اكتب سيرفيس وقول له اي تي شير اي بي اي. خلاص جنريت، شوف ايه اللي حصل عندك، بقى عندك فولدر اسمه سيرفيس موجود جواه الاي تي شير اب سيرفيس دوت اس، وده ملف التستنج بتاعنا مالناش دعوه بيه دلوقتي. طبعا اخر خطوه هتروح تعملها تقوم واخد الاي تي شير اب سيرفيس قبل اي حاجه، وتروح جوه الاب مديول اي فيرست احنا كنا شلناه. خلاص وتروح جوه البروفايدر بتاعك اهو، وترجستر الراجل الطيب ده اوكي، وات ايفر بقى فانكشناليتي انت عاوز تعملها تقدر تكتبها مين جوه السيرفيس اللي انت عملتها. طبعا سيبك من كل دول لو انت مش محتاجهم، دي حاجه اسمها انجكشن وهنبدا نعرفها ان شاء الله في حاجات تانية. خلاص ده خاص بانك انت تجنريت السيرفيس من خلال الانجلر سي ال اي، اسهل. يمكن في السيرفيس مش الدنيا يعني مفيش فانكشناليتي لانك بتكتب كلاس، ولكن علشان حتى بتاعت التستنج دي كريتها لك يعمل لك كريت ليها بشكل جنريتد.